هي البداية فقط وليس نهاية المطاف بعد إدراج فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد إلى القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً كأحد المتورطين بعمليات قتل وقمع المتظاهرين السلميين منذ انطلاق ثورة تشرين أواخر عام 2019 في العراق، بجانب إدانات أخرى تخص دعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد الموثق بالأدلة. القرار الأمريكي جوبها بالرفض من قبل الميليشيات الموالية لإيران وباستغراب من قبل حكومة الكاظمي التي لم تشرع إلى الآن في محاسبة المتورطين في الفساد ونهب المال العام وقمع الأصوات المناهضة لنظام المحاصصة الطائفية. معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى علق على قرار معاقبة الفياض بالقول إن القرار ليس لتغيير السلوك بل هو لتنبيه باقي السياسيين المتنفذين والقادة الأمنيين بأن هناك ثمنا سيدفع لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بعمل المافيا على أعلى المستويات، لا سيما بعد عجز السلطات الحكومية والقضاء عن محاسبة كبار الفاسدين وزعماء الميليشيات المتورطين بدماء العراقيين رغم توفر الأدلة التي تدين هؤلاء. وبحسب معهد واشنطن فإن الفياض له دور كبير في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمتظاهرين، كما أنه وافق على استخدام قناصة الميليشيات الذخيرة الحية ضد المحتجين وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة، مما خلف المئات من الشهداء. عقوبات قد لا تختلف في مضمونها عن تلك التي وجهت سابقا لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وشقيقه وفالح حسين المعروف بأبو زينب اللامي القيادي في ميليشيا حزب الله الذين شملتهم العقوبات الأمريكية أواخر عام 2019، غير أن العقوبات المثبتة على أحد أقدم الشركاء السياسيين تثير تساؤلات بشأن مستقبل ميليشيا الحشد السياسي ككيان عسكري شبه مستقل عن الحكومة يتألف من نحو 160 ألف عنصر وتحدد له موازنة مالية تناهز 3 مليارات دولار سنويا من أموال العراق.